ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك إهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوطة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكاياتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن شوية، أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظه واحده. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغاله. مش شغاله ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغاله. طب ثانيه واحده بس هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعه؟ ضامن؟ اوكي، ضمان هدومي، شنطتي، ساعتي. أنا مش بكلمك على ساعة معفنة على فكرة، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ أوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ أنا نيلي مكاوي أمشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص؟ وكمان مفيش حتة بيت فيها؟ تعالي يا ماما ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس.
أنا ما معيش فلوس آكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ أنا هكلم أصحابي أشوف حد مبات عنده. ألو، هاي نادين، إزايك؟ نادين بصي، أنا كان عندي مشكلة وكنت عايزة أقعد عندك أسبوع أو اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعاً، أكيد مش هقعد في حتة من غير حمام يعني. أوكي، ثانك يو نادين. هاي تارا، هاي يارا، هاي سارة، هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا أنا إيه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عطشانة وجعانة. ماما ميمي، أنتي شربتي كوبايتي؟ أنتي مش سامعاني بقول إن أنا عطشانة وجعانة؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده. حرام عليكي يعني بجد، أنا كنت نفسي أشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم تلاتة. بقول لك إيه؟ خليهم خمسة وهظبطك. يا لهوي يا خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني؟ قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسرسب سرسبة كده من غير ما حد ياكل باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت مش شبان من غير ما حد ياكل باله، ولا من شاف ولا من ده. يلا بس، يلا بينا كده. وقف المزيكا وهد اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخل علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمة. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيبلي انا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسك. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي، عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعد عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا
وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجايه أبارك وأهني لأختي وحبيبتي فاتن، ألف مبروك يا عروسة، أخيراً اتجوزتي مجدي؟ إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبدالله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت؟ هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكو زي الفل، وألف ألف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعة، انت جايب وازل ليلتي؟ واللي رصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده انت بتضرب اختك خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي أيام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 أيام برضو يا شرياني. استمتعنا، تكفي يا أختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متأخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقة اللي عملناها في الفرح؟ يا بنتي تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتح الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزة تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انتي، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعدة معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهة، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي، الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبري زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده، انا مالي؟ يا بنت ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته؟ عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي، أهلا وسهلا، نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في أوضة شريهان. إيه؟
صحي شويه كده بس عشان اعرف انام. ماما ميمي عندك سبيس ممكن تروحي هناك. مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد السياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انتي عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا ما ازعر مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه ثانيه، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي ده؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعة ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحتة بيثبت، يا إما موتوسيكل بيثبت، يا إما هو بيثبت، يا إما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن أحلى كمان من بيتزا هات. لا أنا مش عايزة هانش، أنا مش عايزة حاجة.
ليه يا ربي كده؟ هو أنا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نظارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولوري بتاعتي، أي حاجة، أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي. أنا ممكن أولع فيهم بس محدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تتدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ Yes. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهلة. ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، واحنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. دي بصه طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه؟ انت وهو، خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكوا شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء، هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا بيتني مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن يا كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندر ليه؟ طب يلا يلا اتنيل لك، هات لنا مكانه جاي تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا ده هتلاقي معايا. انا جعانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص مش
بقول لك ايه؟ اقعد اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا؟ ايه ده هتفضحنا؟ استنى يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه، بتشغلني معاك؟ طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك؟ بس ماما والله شكلك لطيف. بس حبيبتي بس حبيبتي ايه اللي خليتنا نشحت؟ ايه ده والله متشكرين والله، يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه، انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا لي ها؟ هلفنا لي سو. What the hell are you doing? ايه القرف اللي انت عم نالي؟ I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نالي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص، يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نالي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس، نيلي بالاي مش بالاي. نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا، كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا، ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. احلامنا قربنا عليها وديها راحت، والدنيا في عينينا بقى كده لونها باهت، دنيتنا فجأة اتبدلت.